بالنسبة برضو الأهلي برضو بطولة كأس السوبر دي البطولة الثامنة في تاريخه. خليني أقول لكم البطولات اللي الأهلي حققها في السوبر الأفريقي. 2002 كانت أول بطولة اللي هي الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي 4-1. 2006 الأهلي فاز على الجيش الملكي 4-2 بركلات الترجيح بعد ما اتعادلوا 0-0 في الوقت الأصلي. 2007 الأهلي برضو خد السوبر من النجم الساحلي بركلات الترجيح بعد ما تعادلوا برضه 0-0. في 2009 الاهلي كسب الصفاقسي 2-1 وحصل على السوبر الافريقي. 2013 الاهلي كسب ليوباردز الكونغولي 2-1. 2014 الاهلي فاز على الصفاقسي التونسي 3-2. و2020 البطوله اللي فاتت اللي هي السنه اللي فاتت الاهلي فاز على نهضه بركان 2-0. والبطوله الحاليه هي البطوله الثامنه اللي هي الاهلي خدها النهارده أمام الرجاء بضربات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1. عايز أقول لكم كمان إن النادي الأهلي خد 3 بطولات قارية في 7 شهور. الأهلي كسب بطولة السوبر الأفريقي اللي فاتت أمام نهضة بركان في قطر في شهر 5 أعتقد، وبعدين كسب دوري أبطال أفريقيا في شهر 7 اللي هو اللي فات في 2021، والنهارده في 22/12 بيفوز بلقب السوبر الافريقي. 3 بطولات قاريه في 7 شهور الاهلي بيحققهم، طبعا انجاز كبير، بالاضافه طبعا الى المركز الثالث في كاس العالم للانديه في قطر كان في فبراير برضو اللي فات. يعني الاهلي شارك في البطولات القاريه المختلفه وقدر يكسب 3 بطولات: دوري ابطال افريقيا من كايزر تشيفز، السوبر الافريقي من نهضه بركان، السوبر الافريقي بتاع السنه اللي فاتت اللي هو اتلعب برضه في 2021، والسوبر الافريقي الحالي اللي كسبه النهارده، بالاضافه الى المركز الثالث في كاس العالم للانديه. في فرق كده ما بين الاهلي وريال مدريد بطولتين: 26 بطوله قاريه للريال مدريد، 24 بطوله قاريه للنادي الاهلي. يعني الاهلي لو خد بطولتين كمان، بس بطوله قاريه مش بطولة محلية، بطولة قارية، لو وصل كمان بطولتين على المستوى قارة أفريقيا أو مستوى العالم هيحصل ريال مدريد اللي هو النادي الأكثر تتويجا بالألقاب القارية في العالم. فطبعا حاجة رائعة جدا يكون عندنا نادي في مصر بيوصل للأرقام دي كلها. الأهلي دلوقتي 10 دوري أبطال أفريقيا، 8 سوبر أفريقي، مسيطر تماما، 4 كأس كؤوس بمسماها القديم، واحدة كونفدرالية. فيعني بطولات قارية كبيرة وعدد كبير بالنسبة لنادي في قارة أفريقيا. وطبعا الأهلي كان خد برضو بطولة أفرسوية قبل كده اللي هي أفرو أسياوي اللي كانت تتلعب زمان. يبقى كده 24 بطولة قارية للنادي الأهلي. عايز أتكلم كمان على نقطة كمان مهمة جدا في فريق النادي الأهلي. عايز أتكلم على العلاقة ما بين اللعيبه وبعضهم، لعيبه الاهلي وبعضهم. يعني النهارده لحظه تسليم الكاس شفت محمد الشناوي راح ياخد الكاس ومعاه وليد سليمان كابتن النادي الاهلي، ان وليد سليمان بره القايمه. يعني بص اهو وليد سليمان كان بره الماتش النهارده، ما كانش موجود في ال 18 لعيب اللي موجودين في السكور او في قايمه المباراه. فدي حاجه رائعه جدا ان انت ككابتن النادي الاهلي الحالي برضه بتهدي البطوله دي وبتخلي كابتن الفريق الاصلي اللي هو مش موجود في الملعب او مش موجود في التشكيل بيشيل الكاس معاك. يعني انا بقول لكم دايما الحب والاحترام لما بيكونوا موجودين في مكان والناس بتحترم بعض وبتحب بعض لازم يبقى فيه نجاح. فلقطه عجبتني جدا، حتى بعد كده يعني كان حسيت ان في دور بعد ما وليد سليمان شال الكاس ومحمد الشناوي، لقيت رامي ربيعه، ايمن اشرف، اللعيبه القدام في النادي الاهلي الكباتن، هما كل واحد بيشيل الكاس، وبعد كده اللعيبه الاصغر واللعيبه الاجدد في النادي الاهلي. في نظام، يعني انا بحيي برضو كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي، ان يعني عاملين نظام رائع جدا داخل الفريق. وخلي بالكم، عايز اقول لكم حاجه، الناس هتقول كريم عمال تجامل وعمال تتكلم كويس على الاهلي، لا انا بقول اللي انا شايفه. وعايز اقول لكم حاجه، مفيش برضو نادي او فريق ما عندوش مشاكل، وضع طبيعي. لازم انت بتتعامل مع 40 لعيب في النادي الاهلي وكلهم نجوم وكلهم اسماء، وتعامل مع 30 واحد في افراد الجهاز الفني والعمال، يعني اكيد بيبقى في مشاكل وفي حاجات بتحصل وفي حاجات غلط بتحصل، لكن المجمل الايجابيات اكتر.
وفي نظام. هنا برضو لقطة قبل كده كان سوبر، برضو كان حسام غالي برضو راح يرفع الكاس، كان السوبر ده في الإمارات أعتقد في أبو ظبي، وحسام غالي راح يرفع الكاس وكان عماد متعب ما بيلعبش ساعتها، وبرضو حسام خلى عماد متعب يشيل معاه الكاس أو العكس مش فاكر، صح؟ مش كان حسام اللي بيلعب وعماد اللي ما بيلعبش. يعني أنا بحب الحاجات دي، بحس إن في بيبقى يعني احترام وحب ما بين اللاعبين وكلهم يعني على قلب رجل واحد، فعشان كده ربنا بيجيب التوفيق وربنا بيجيب الحظ في الأوقات الصعبة لفريق النادي الأهلي.